يا هلا ويا مرحبا بالشباب. هذه سيارة جيلي طول حجم الماكينة 1500 سي سي، 177 حصان، عجلات 18 مصابيح. مكيف إضاءة، السعر 6، يعني تقريبا 6200. هذه السيارة يا شباب، اقتصاد بيع سعر الكاش. هذول أتوقع سيارات تيربو، ما شاء الله رنقاتها حلوة. حجم الرنق 18، وهذا خاص حق ال 4x4 التاير. هذا طبعا مثل ما انتم شايفين، ما شاء الله صرفيت البنزين حلو 17. طبعا فتحة بالسقف حلوة. السيارة تحكم بالمرايات خلفية، هذا طبعا بانوراما، ان شاء الله الكشنات حلوة. داخلية حلوة، الصيني ما شاء الله لعب لعب. ميد ان تشاينا، حلوة السيارة. طبعا ما شاء الله واسعة من داخل، وسيعة. الصيني يحاول يثبت نفسه بأي طريقة، ما يدري إن أهم شيء الجير والماكينة. بس بالشكل أهم شيء بالسيارات هذه الجير والماكينة. الجير والماكينة ما شاء الله جناح حركات. هذا له شبيه شفر، اتوقع شفر الكابتيفا نفس شكله تقريبا. هم صيني نجيب كابتيفا بعد. فتحات المكيف طبعا، شاشة. سيارة حلوة طبعا، هو سعر الكاش. ما شاء الله الصبغة حلوة ناعمة. نسوي لك اياها نفس البي ام، يعني مسكرين كل شيء فوق. الله الصيني لعب لعب. تيربو بعد، يعني ألماني. ما شاء الله حتى البدي ثقيل. حلو السيارة شكليا، حلوة. ما أدري شلون سوقها هي، شلون استعمالها، ما عندنا خبر. كغطاء غيار، لأن الصين غطاء غيار شوي هني في الكويت مو ماشي. هذا له غطاء غيار، هذه حتى الوكيل شوي يعني
يلا يعطيكم العافية متابعين.